حسين يقول: ألا يقال أن الحب الطبيعي كالذي للزوجة والولد قد يكون شركا أصغر؟ لا لا يا أخي، ما هو بشرك أصلا، هذا طبيعي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ولولا هذا الحب ما لولا هذا الحب ما تآلف الزوجان، كما قال جل وعلا: وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة حب، المودة وش معناها؟ الحب. ولولا وجود هذا الحب ما تآلف الزوجان. نعم.